حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في برنامجكم اليومي الملعب. بالأمس أيضا كان هناك اجتماع لمعالي رئيس الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ بالعديد من الرياضيين، ووجه من خلال هذا الاجتماع بعودة بعض المعلقين المخضرمين اللي كان لهم باع طويل في الرياضة السعودية وعاشوا مع أفراح المنتخب السعودي ومع الرياضة السعودية في سنوات ماضية. كان بالأمس وجه معالي الأستاذ تركي آل الشيخ بعودة الأستاذ ناصر الأحمد وكذلك أيضا الأستاذ محمد البكر والأستاذ غازي صدقة للتعليق مرة أخرى على الدوري السعودي. اليوم الزميل عبد الرحمن العابسي أجرى هذا اللقاء وسأل الأستاذ ناصر الأحمد عن شعوره بعد هذا التوجيه من معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة. نتابع. الواقع أستاذ الكريم، ومع الانتقال النقل التلفزيوني إلى قنوات أخرى، أولا عملت في خارج السعودية لمدة سنة، ثم أيضا كنت أعمل في واحدة من الشركات الشهيرة قناة أوربت. وعندما انتقلت الأمور إلى قنوات أخرى، يعني لا يمكن للإنسان أن يقول بأنه أو يبحث يذهب لهم يقول لو تكرمت تعاقدوا معي أو شيء من هذا القبيل. يظل المحتفظ أستطيع أن أقول بشيء من شخصيته وقدرته. هذا ما دعانا إلى أن نبتعد، يعني أو أستطيع أن نسميه نبعد نوعا ما عن المجال الرياضي. الحقيقة أقيمها فقط في موضوع، يعني أستطيع أن أقول أنك كسبت خبرة إضافية وقدمت ما لديك في الفترة الحالية التي وجد أو الفترة التي وجد فيها الدوري السعودي لدى التلفزيون السعودي، وزادتني ثراء وكانت أفضل بلا شك، يعني الفترة الأخيرة في التلفزيون السعودي من سابقاتها. هو المشكلة تبقى أستاذ الكريم، كنا نتحدث منذ السابق منذ فترة طويلة عن أنه المباراة هي من يحكم عطاء المعلق. يعني مباراة جميلة تجد معلقا جميلا، مباراة سيئة لن تجد مهما كانت قدرات المعلق القدرة على رفعها المستوى الأعلى. هو انعكاس لما يقدم، أداء المعلق انعكاس لما يقدم في عطاء الملعب. فبالتالي لا أعتقد أنه سيكون هناك الاختلاف الكبير في هذا الموضوع. متى ما تابعت مباراة ممتعة ستجد بإذن الله المعلق أداء ممتع، متى ما كانت المباراة قاتلة يحاول المعلق أن يرفعها قليلا ولكنها تجد فيها من الصعوبة شيء كثير أحيانا. السيد الكريم، يعني أنا مع احترامي طبعا الكبير لكل الزملاء ولكل المعلقين، إذا كنت سأنظر إلى ما سيفعله الآخرون يمنة ويسرى وإلى ما سيقدموه، من الأفضل أن لا أعمل في رأيي الشخصي. طبعا عليك أن تعمل وبجد وبإصرار كبير على أن تقدم أفضل ما لديك وتكون مكان الثقة التي الحقيقة منحونا إياها مشكورين عبر معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، ونقدم بعد توفيق الله ما يرضي الجميع، وستجد إن شاء الله ما يسركم بإذنه تعالى. لأنه أعود وأقول إذا تابعت الآخرين وما سيقدموه فبلا شك سأكون فاشلا في عملي، لأن الحقيقة عملت يعني قدمت لي بعض العروض في العمل في التحليل الرياضي أو في الاستديوهات، لكنني ممن وعملت فيها سابقا الحقيقة، لكنني مؤخرا بعد أن ابتعدت عن التعليق، أنا أحب التعليق الرياضي وأستطيع أن أقول أن أجد يعني أقدم عاشق لهذا الموضوع في التعليق. أي نعم ممكن أن تتكلم عن التحليل وممكن أن تتحدث في الاستديوهات، لكنني لا أجد نفسي في هذا المكان، وبالتالي أحب التعليق. وبعد توفيق الله بعد هذا التوجيه الكريم من معالي رئيس الهيئة نستطيع أن نقول إن شاء الله سنقدم ما لدينا.